الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. استاذ عمرو، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا. ازيك يا مدام رجاء؟ اهلا بيك يا فندم. ازيك انت؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. استاذ رجاء، اظن طبعا اللي معاه واحده زي حضرتك كده بالجمال والشياكه ديت لغايه دلوقتي بالاناقه ديت، اظن استحاله ان هو يتمنى ان هو يموت. ما يتمناش يموت يعني. بس اذا كان لابد يعني تموت هي ولا تموت انت؟ لا بس خليني بس اكمل بس النقطه دي يا استاذ عمرو. اتفضلي. عمرو اكمل بس النقطه دي معلش. اتفضل يا فندم. النقطه اللي انت اظن الاكونتات اللي انت كاتب عليها 69% او اللي هي داخل 69% بيطلب ان هو يموت الاول، ده طبعا بيبقوا كلهم فريندز مع بعض، اذا كان مراته او زوجه، عشان لما يقول لك حاجه يقول لك شوف انا قلت لك مش عارف ايه، وانا عملت ايه عشان ايه وعشان خاطرك. فده عايز يموت الاول عشان يستريح يعني. بالظبط يعني هو بيقول لك حرام عليك يا اكونتات. امشي انا. حرام عليك يعني. اي حد راجل او ست عايز يمشي هو عشان يستريح. لا مش عشان يستريح، الاكونتات دي كلها اذا كان الست او الراجل. لا الاكونتات ديت الست او الراجل بيبقوا فريندز مع بعض. بيبقوا فريندز مع بعض، فلما بيصوت بيقول لها بص انا شفت انا صوتت ازاي، صوتت في ايه. بيجامل يعني وهي قاعده على حسابنا احنا. لكن طبعا الست لما تبقى متعلقه وتبقى حلوه الراجل ما يتمناش ان هو يموت ابدا يعني. طب انت رايك شايف ان هي تمشي الاول ولا حضرتك تمشي الاول؟ قال لك حسب بقى. لا 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 لا، هما الاثنين يفضلوا. هما ما فيش حاجة اسمها هما الاثنين يفضلوا، لازم حد هيمشي يعني. لا، ما كله في الآخر هيمشي، بس الراجل الحلو والست الحلوة لازم يقعدوا للآخر إن شاء الله. شكراً يا عمي. الروقان بتاع الساحل وجمال الساحل. الهوا هناك حلو. ممكن هنا في الحتة دي.